ورجعنا معكم بناء المباشر من مدينة جوني بمهرجان بنص جوني، ومن بعد ما كنا بمقابلات بداية مع الأميرال إدمون شاغوري ورئيس بلدية جوني الشيخ جوان حباش، رح نكون هلأ بمقابلة مع معالي وزير السياحة السيد أباديس كيدانيان. مساء الخير استاذ أباديس. مساء النور، مساء النور، مساء الشمس بالأحرى الحلوة. أكيد شمس لبنان وخاصة بنص الصيفية بتكون مميزة جدا. خبرنا عن إذا بدك المساعدة من المجتمع المدني ومن مدينة جوني بالتحديد بهالمهرجان الرائع يلي استمر لفترة شهر. بدي أول شيء بلش أشكر رئيس جوان حباش. تقلك ليه بدي أشكره؟ لأنه فكرة ستريت فيستيفال على فترة شهر، وأنا وقت انطلاق المهرجان قلت له هيدي المهرجان رح بيعيش جوني، وبتصور ما كنت غلطان، وسمعتك الصبح ريس وقلت بتقول أنه هيدي يمكن عطتك فكرة تتعمل بمناسبات قادمة نفس المهرجان، لأنه فعلا المنطقة كلها بتحس ببهجة المهرجان، وكل الناس يعني تابعتكم من الصبح فكرة أنه يدفعوا مبلغ متواضع جدا وبمقابل هذا المبلغ يحصلوا على مشروبات أو مأكولات بالداخل، والسوق كله ينتعش، أو حتى في يشتروا تياب يعني فعلا 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 يعني ما بعرف كيف خطرت الفكرة، بس فكرة صائبة 100%. ويعطيك العافية. تاني شيء بدي أقول، السنة أنا تقريبا كل المهرجانات اللي حضرتهم هي مهرجانات على هذا النسق. لسوء الحظ ما قدرت أحضر المهرجانات الكبيرة، لأنه مش لأنه أنا ضدهم يعني، بس لأنه فكرة أن يكون على تماس مع الناس مثل ما اليوم عم بيصير وكنت بمهرجانات أخرى، هيدا اللي بتعرف بدنا نخلي الناس فعلا تحس بموسم الصيف مع كل مشاكلنا، مع كل أمورنا، مع كل خطابنا السياسي العالي اللي نحن بعيد كل البعدين كل البعد عنه. الناس بتشعر، صاحب المحل بيشعر، اللي قاعد بأول طابق بحس أنه تحت في شيء مختلف، وبينزل وبيشارك وبيستمتع. أنا بتمنى إن شاء الله كل المدن كل القرى تكون على الموديل تبع مهرجانات جوني أو أي مهرجان مشابه، تحت اللي فعلا نحس البلد كله عم ينبسط، ما في فئة معينة بمكان معين لك فقط عم تتمتع بالمهرجانات. وبالتالي برأيك أنت أنه المساعدة من المجتمع المدني ومن المجتمع الأهلي هو كمان دعم لوزارة السياحة، لأنه قد ما تحكوا أنتوا إذا ما كان في دعم من ومجهود من البلديات ومن المدن ما فيكم توصلوا للخطة يلي حضرتك بلشت تشتغل عليها من وقت استلامك للوزارة القديمة وصولا للوزارة. صحيح، معك حق 100%. الوزارة لوحدها ما بتعمل شيء، الوزارة مع المجتمع المدني مع البلديات ومع الاتحادات أو مع النقابات إذا بدك، هاو هن بيعملوا الفريق العمل الكامل يلي قادرين بمساعدة بعضهم، لأنه في حدا بيغطي عن حدا بمحل معين، مش كلنا فينا نعمل نفس الواجبات بنفس المكان، لا بالعكس. وهيدا اللي يمكن بيكون أفضل اليوم مع لجنة تجار جوني وبلدية جوني والقيمين على المنطقة، فعلا عطيوا شيء كتير حلو. واليوم كمان يعني مع الصليب الأحمر والدفاع المدني واللي منوجه لهم كل الخير، والشو اللي عم بيعملوه أكيد الأميرال ما رح ننساه صديقنا، لأنه كمان هو عنده جهد كبير بالبحر، وأنا إنسان بعشق البحر يعني لعدة أسباب. رح أقول مثل ما ذكرت حضرتك، التكامل بين كل هالعناصر خلى أنه أول شيء يعني الشهر الكامل يقطع بسرعة يمكن ما حسيته فيه ريس، وخليني أنا أجي من مكان تاني لابس كرافاتي شلتهم بالسيارة ولبس تيشيرت وجيت لعنده لأنه ما في على جوان. طيب معاليك، إذا بدنا نسألك أي نوع من السياحة بتفضل أكتر؟ السياحة الصيفية، السياحة الشتوية، الدينية، الرياضية، الفنية، الصحية، كلهم هؤلاء أنواع من أنواع السياحة، وأيها عم بتركز عليها كوزارة اليوم أكتر؟ تعرف نحن بلشنا بتنوع سياحي نركز على الشغلتين ثلاثة، أكيد سياحة الترفيهية اللي هو لبنان مشهور فيه واللي منه لحاله ما بده جهد كبير تشتغل عليه. إذا بدك النايت لايف وتوابعها. هلا اشتغلنا على سياحة المؤتمرات واشتغلنا على السياحة الدينية، لأنه السياحة الدينية قادرة تكون حافز ليجي عدد كبير من الناس مهتمين بالمقامات الدينية التاريخية التراثية الثقافية، ولبنان غني بهالمقامات. جوني من أهم المعالم السياحة صح الدينية. والمنطقة يعني كلها هون غني غنية بهالأشياء. أكيد السياحة الطبية والسياحة الريفية هودي أمور جدا مهمة، ما رح أقول أني
قدرت اشتغل بكل القطاعات، لكن نعم ان شاء الله الظرف بيساعدنا كمان، لانه نحن عم نتحدى كل المصاعب. نحن يعني بقول بالسياحه تنسجل ارقام ونقول انه فعلا عندنا صيف واعد، مع انه يعني العديد من الناس اعتبر مؤخرا كلامي خرافات، لكن انا كلامي هن ارقام ووقائع علميه. سو انا ولا بتنبأ ولا بحكي شعر ولا بسمح لحالي اقول هيدا الشيء. ارقامنا ممتازه، حجوزات فنادقنا كثير منيحه، صحيح خارج بيروت يمكن ضعيفه، لكن هالمهرجانات بتحفز هالحجوزات كمان. خليني اقول انه السياحه بكل تنوعاتها قادره تكون ركيزه لنا، ونحن عم ننوع اسواقنا بالخارج حتى نلاقي الزبون المناسب للمنتج المناسب اللي عندنا اياه. اي زبون قدرتوا تجيبوه على لبنان؟ نعم تفضل. السياحه الرياضيه كثير مهمه، كثير مهمة أكيد أكيد. واليوم في كمان بطولة بيكفر دبيان للدراجات الهوائية، في 200 مشترك، وكان في عدد من البطولات أقيمت بالمنطقة هون وجابت عدد كبير من الناس اللي هي بتجي وبتجيب مع المتابعين تبعوها. أكيد صح. رح نكون الأحد مقبل بالنقل المباشر من ست شبروح لمسابقة ويك بورد الأحد المقبل. جريت جريت جريت. يعني على كل حال نحن بجونة وبكسروان عندنا سياحة رياضية شتوية مميزة وسياحة رياضية صيفية أكيد. عم بتكون أكبر وأكثر، خاصة أن عنا رالي لبنان أيضا. ما هون بدي أسألك أين تقع عجون اليوم بالمعادلة السياحية اليوم؟ هل رح ترجع رح تركب؟ رح غير وزارة السياحة وجيبها عند جوان على البلدية عجوني، لأنه فعلا كل رئيس بلدية بيعرف شو في عنده مقومات وقادر يشتغل فيه، حول منطقته لمدينة مقصد للسياحة. بتصور يعني شو بدي اقول لك، هيدا البلد ما في شيء بينقصه ليكون بمقدمه الدول يلي بتصبح المبادرات الفرديه رائعه، ولكن العمل الجماعي صعب. صدقني نحن بوزاره السياحه، معلش عم بكرر هيدا الحديث كثير، عم نشتغل كفريق واحد، يعني بين الوزاره وبين النقابات والبلديات اللي عندها اذا بدك الاستعداد، وحتى الجمعيات والمجتمع المدني، كلنا سوا عم نحاول قدر المستطاع نخلق منتج قادر يكون على مستوى توقعات السائح. واليوم اذا عندنا سائح اوروبي عم بيجي لعنا، لانه في شيء عم بيلاقيه عنا، السائح العربي والخليجي بنعرف وبيجي واهلا وسهلا فيه وراح نرحب فيه، هو العمود الفقري اكثر منا على كل حال. ايه اكيد اكيد اكيد، بس الاوروبي اليوم عم بيجي على لبنان عم بيلاقي شيء جيد. شو عم بحب لبنان السائح الاوروبي؟ صراحة بتعرف بدنا نبلش نقول بالمطبخ اللبناني، هيدا عشق وغرام له. السياحة الدينية كثير مهمة للاوروبيين وهودا عم بيعملوه، السياحة البيئية كمان حافز كثير كبير لهم، بعدين عندك شط وعندك بحر، بغض النظر نحن شو بنسميه، في تلوث ما في تلوث، بيمشي الحال ما بيمشي الحال، هو عارف شو بده عم بيلاقي شو بده. وايضا خليني اقول لك السائح الاوروبي ما بيقصد بلد، يقصد بلد بيكونوا اسعاره مرتفعه جدا، اذا عم بيجي على لبنان معناتها عم بيلاقي شيء بمتناول البادجت تبعه. وانا اكيد انه في العديد من المدن والقرى اللبنانيه في هيدا المنتج اللي ممكن يكون منه هاي اند ومنه غالي كثير. طب معاليك الخطه اللي وضعتوها باول سنه، الارقام وصلتوا لها، نحن اليوم بنص صيفيه باواخر شهر تموز، وين انتم من الارقام يلي وضعتوها؟ عظيم، نحن لشهر 6 خليني اقول ارقامنا كانت وصلت لارقام 2010 ماينس 4%، بشهر كانون الثاني ونيسان وحزيران كنا مثلنا مثل 2010 واكثر شوي، ضعف شوي بايار لانه كان عندنا رمضان، وبالتالي هلا باشهر جولاي واغسطس في توقع لاعداد كبيره، بآب عنا عيد الأضحى يلي متوقعين كمان نستقبل عدد كبير من السيد. نعم. صح صح صح، وأنا برأيي رح نقدر نوصل لأرقام مشابهة إن شاء الله لل 2010. هلا بنطلب من خلالكم ومن خلال هيدي الشاشة السياسيين أصدقائنا وأصحابنا رأفة بهالموسم الصيفي يقدروا يعملوا شوية أجلوا شوية خي خلافاتهم، ما في أي مشكل، لأنه فعلا كلنا حضرنا حالنا لهيدا الموسم والناس عم تيجي على لبنان، لكن ما بدنا ننقذهم بأمور ممكن تكون أساسية لألنا سنوية لألهم. وفعلا إذا قدرنا نرجع السياحة لل 2010 بيكون ترامبلان لألنا لسنوات لقدام، وهيدا بيكون حافز أساسي
ورافعة أساسية للاقتصاد اللبناني. الله يرحمونا. وعلى كل حال كمان ما اشتغلتوا على كل الأطوية اللي بين إيديكم وبيناتهم العتب علبك، يعني نحن بنعرف اليونان عايشة بنص حيطة على المعابد اليونانية. صح. يلي هي أصغر من معبد بعلبك اللي الأمريكان بعتقد بحبوه بشكل مخيف، يعني أكثر من غيره بالعالم. عم تحكي كلام صحيح 100%. قلعة بعلبك هي الرمز يلي من خلاله نحن بنسوق البلد، لكن كان في شوية ضوابط أو موانع لسفر عدد كبير من رعايا الدول الأوروبية لهيدا البلد. لحسن الحظ خليني أقول في كتير دول أعادت النظر بالتقييم لهذه المنطقة، في دول سمحت، في دول خففت الحظر، ونحن على يعني بتوجه قدر المستطاع تنخلي كل الناس تقدر تزور قلعة بعلبك. وخليني أقول أحد السفراء الأوروبيين بوقت من الأوقات قال لي أنه نحن منعين رعاينا يروحوا على قلعة بعلبك، كل ما روحوا بشوفهم أكثر من اللبنانية هناك، لأنه فعلا قلعة يعني من منذ انطلاقة الإنسان أو البشرية إذا بدك هيدا يعني وبعدها موجود عقل البشر اليوم ما بيقدر بتصوره كيف ممكن العمل وصار. لحسن الحظ عم نحافظ عليه، ولحسن الحظ كمان الناس عم تتحدى كل الظروف وعم تطلع تزور قلعة بعلبك. الليلة المساء في حفل فني راقن بجوني، هذا النوع من الموسيقى الراقية بيخوف يمكن كان بعض المهرجانات، إنما بجوني قلبهم قوي جوان قلبه قوي ما عندي شك فعم بيقوموا بهذا النوع من الموسيقى الراقية. وبالتالي برأيك أنت السياحة الفنية ممكن ترجع يكون إلى مقصد كتير كبير بلبنان، رغم بعض يلي عم ينحكى عن مهرجانات هابطة وحفلات هابطة؟ لا ليك خليني أقول لك أنه المهرجانات والحفلات منهم كتير هابطين. لا 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 يلي مش صار عم بحكي عنهم يلي صار عن يلي بده يصير، بس أنه ايه اليوم موسيقى أوكي 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 فهمت. لا لا أنا برأيي لما يكون في تنوع بالبرامج الفنية اللي عم تقدم بالمهرجانات، يعني صراحة البعض بيخاف أنه يجيب فرقة أوركسترا تعمل حفلة موسيقية، بيخاف أنه ما يجي عالم بالوقت اللي بيجوني. لا ليك هيدا ستريت فاستيفال، وسمعت الصبح مبارح فيت 7000 حدا. صح. واليوم متوقعين أكثر. أنا برأيي منه لحاله ماشي، سو هيدا بيزيد added value على الموضوع يلي أو على الجو يلي موجود هون. ولما بدك تحسب إذا بدنا ناخد average 5000 شخص على 30 يوم عم نحكي عن 150,000 حدا إجا زار جوني. هيدي المدينة يلي بوقت من الأوقات كانت النقطة الأساسية للسياحة بدها ترجع لهونيك. يمكن الزروة أكتر بس يلي اشترى فاوتشر. أوكي أنا يعني تقريبا هي زيتها. اسمع أديب عم بده يعيط علينا، في شيء من أديب أنا أكيد والله العظيم. لا يلا هلا بعد شوي حيكون مع الأبطال. لما يوقف الوقفة بعرف شو بده. عنا كمان بدنا نوجه تحية للأبطال يلي بحب الجيت سكي. بس كلمة قبل ما ننتقل لهم، فإذا الليلة كمان كلمة الليلة رح بتكون بتأمل تكون ممتازة، رح أقول له يعطيه ألف عافية لرئيس البلدية وللمجلس البلدي ولجوني، وبتمنى تبقى متألقة هي وكل المدن بالساحل وبالجبل. وانا ما عندي شيء اعمله الا اني اكون واقف وعم زقف، ما عندي جهه اني عم بيعملوا كل الجهه. الشغل اللي عم بتقوموا فيه انا بدي كفي اعمل الوجه او اذا بدك النفس الايجابي لهيدا البلد بالرغم من كل الناس اللي عم تحاول تعطي نفس سلبي. شكرا لك معاليك. نحن رح نكون نحن وياك ايضا بتغطيه بعد وقت قليل لعمليه توزيع الجوائز من بعد المسابقة الأخيرة بسباق التريتلون يلي رح بصير. هلا رح نكون مع جيال ويلي فازوا بالسباق يلي كان عم ينطلق الساعة 4:10 بنقل مباشر على الام تي في. إلي بدنا نقول لك ألف مبروك بطل لبنان لعام 2019 بالجيت سكي، ألف مبروك. ميرسي كلك ذوق. بدي أتشكر جراج هادي نخول ام تي هلمت، وشكر كبير للي ساعدوني ووقفوا حدي بهذا السباق الحلو. وأنا بشجع كل حدا ينزل بالسبق ويجرب معنا، السبق كتير عم بيكون حلو منظم مزبوط، وبدأ الكل يجربه شغلة كتير حلوة. إلي قدي هيك نوع من الرياضة فيه سلامة؟ هلأ بقلك فيه سلامة ما كتير فيه سلامة، بس إنه واحد بده ينتبه أكيد وبده يتعلم شوي عليها للقصة للمكنة، وبده يتمرن أكيد تقدر ينزل بسبق. بس إنه في تمرينات يومية بتقدر إنك تقوم فيها؟ أكيد لازم الواحد ينزل يتمرن لوحده، يسوق كل يوم مثلا نص ساعة ساعة ويجرب يكوي شمال يمين أكيد تيتعلم ويتعود على الجيت سكي اللي معه. أوكي.
شكرا لك والف مبروك. تفضل لعندي جوزيف، المرتبة الثانية كانت من حصتك، كمان الف مبروك لك. ميرسي، بتشكر كل القايمين على هذا السبق واللي خلوه يكون حلو، بتشكر بلدية جوني الشيخ جوان حباش، بتشكر توني ابو زيد اللي قدم لنا المكنة، وميرسي للام تي في، وكان نهار كتير حلو. في تقصير بميلة تجاه هيك نوع من الرياضة بلبنان؟ حرام مثل هالنوع من الرياضات وكل الرياضات ما عم يكون في دعم كافي لانه بدنا نقدر نطلع نلعب برا، نسافر نمثل لبنان، نفرجي الصورة الحلوة والحضارية تبعونا. وميرسي. شو أحلى شيء بهيدا الرياضة؟ انه بتموهلك عن كل ضغوط الشغل والحياة، وبكفي البحر. نطلب من السياسيين انه ينتبهوا على بحرنا، لانه نحن كمان لازم ننتبه على بحرنا. ننتبه على بحرنا نحن. ميرسي، شكرا لك. توني تفضل لعندي، المرتبه الثالثه كانت من نصيبك، كمان الف مبروك بدنا نقول لك. ميرسي كثير، وحابب اتشكر كل اللي وقفوا حدي واللي ساعدوني، وخاصه شركه الكوازاكي. توني، شو نقطه الضعف يلي معقول انك تشتغل عليها اكثر تتخولك انك تفوز بهيدا اللقب؟ ما بدها شيء خبرية، بدها تمرين بس، شوية تمرين ومنضاين. شكرا لك. عودة لك نجيب. فإذا عودة لهذا النقل المباشر. شكرا جيال، وشكرا لمعالي الوزير والشيخ جوان حباش ولكل الموجود معنا بهالتغطية المباشرة. رح نتوقف مع بريك ومنكون من بعدها مع السباق الأخير بالترياتلون الختامي اليوم بمهرجان بنجوم.